أعوذ بالله من شر الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا أم البنين يا باب الحوائج يا أم الأقمار الأربعة. السلام عليكم مشاهدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، حياكم الله وأنتم في برنامج سفرة أم البنين الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، وبين الحرمين، بين الحسين عليه السلام وأخيه قمر العشيرة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء ويقضي الحوائج ويشافي المرضى. وهذه سفرة أم البنين الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. تقدموا في طلب حوائجكم والزيارة، ونحن في هذه الليلة المباركة في جوار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله نتوكل على الله سبحانه وتعالى وبهذه السفرة المباركة لأم البنين الطاهرة، أسأل الله سبحانه وتعالى قضاء الحوائج. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، ما خاب والله من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسع، يا باب نجاة الأمة، يا دمعة الباكين، يا عبرة المؤمنين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا نكون معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن أنسى لا أنسى أم البنين، إن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت ولدها أجمع، تنوح تنوح عليهم بوادي البقيع
فيطرد طريده، فيضرب طريد الهال أدمعا لم تسلو من فقدت واحدا، ما حال من فقدت أربع، أنا أم البنين أنا أم البنين وذبن دهري دهري وحقي لو صحت يا حسين يا ابني يما فقد الأربع يهون، فقد الأربع يهون وحسين السباني يما يراد 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 يما الولد للضيج يراد يما الولاد الولاد يا ابو عليا يما يما الولاد للضيج يراد يراد والناس يا ابني تحب الأولاد الأولاد وانا لعينك وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد تقول ولا جاو ولا جاو انا ام الاربع الرماح انا ام الاربع الراحة ولا جاو ولا جاو وعقبهم أرض مثل مني ولا جاو يما اش كثر ولناو على الغبرة وجالي ولا جاو ارفعوا راسي ارفعوا راسي بجهاد الغادري. هذه أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، يا باب من أبواب الله، هي واسطة إلى الله سبحانه وتعالى، هي شفيعة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة هو الذي يقضي الحوائج، وهو الذي يشافي، وهو الذي يعافي، ولكن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الواسطة، هم الوسيلة، وابتغي الوسيلة، هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن جملة الذين مقبول شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى ووساطتهم عند الله سبحانه وتعالى وشفاعتها هي الطاهرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أم العباس وأخوته. حقيقة لا بد أن يتساءل الإنسان لماذا جعلها الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب ولها هذه المكانة وهذه القدسية. هناك سر أيها الأحبة، ألا وهو علاقتها بالحسين سلام الله عليه، طاعتها لله سبحانه وتعالى، ولاها لآل البيت، والدمعة للحسين سلام الله عليها، صاحبة بكاء، عندها أربعة من الأولاد ما سألت عنهم بالمرة، وإنما كان سؤالها وبكاؤها وندبتها وحزنها الطويل لأبي عبد الله الحسين. وإحنا عدنا في الأخبار الآثار لدمعة الحسين، يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى
بدمعة الحسين. هاي كانت الأمراء حقيقة تبكي حتى الأعداء، يعني تصور بالبقيع تجلس تصنع قبور إذا مر بيها الأعداء اللي منهم مروان مثلا كان يبكي لبكاؤها، يسألها السائل هي تصنع قبور، هذا قبر العباس، هذا قبر عون، هذا قبر جعفر، هذا قبر عبد الله، وهناك تصنع قبر تقول هذا قبر الحسين، تخلي قبور أولادها خلفها وتحتضن هذا القبر الرمزي للحسين سلام الله عليه وتبكي وتنوح، ولا تبكي وتنوح لأولادها، كأن السائل يسألها يا سائل يا نايحة علي من تنوحين، يا وال علي من تنوحين تنوحين، تقول البكا والنوح لحسين، يما احنا امهات، احنا امهات اولاد عدلين عدلين، وعنوح عنوح ابن فاطمة وين، يما لها العزة لها العزة، واحنا ايال معزين، تقل يا ابو علي يمه لو الندري لو الندري بحليبي هالوفتشان الوفتشان، بعد ربيت لك بعد ربيت لك يا حسين خوان خوان، انا ادري الدهار يما انا ادري الدهار بالطيبين خوان، يما لا صب الدم يا 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 لا صب يا دم يا حسين، وديان 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 على مصابك على مصابك يا المتيت يا حسين عطشان. حقيقة هذه أم البنين، هذه سفرتها، اللهم يقضي الحوائج، اللهم يشافي الأمراض، اللهم يرزق كل من ليس لديه الذرية يا الله، ونحن بجوار أبي عبد الله الحسين وفي روضة الحسين وفي هذه الجنة الربانية الإلهية. يقول النبي صلى الله عليه وآله كربلاء قطعة قطعت من الجنة، كربلاء الملائكة والأنبياء ونحن الآن في جواره، وهذه أم البنين وسفرتها. وحقيقة أنه معروف قضاء حوائج الناس عند هذه الأمرأة، جعل الله سبحانه وتعالى بابا من أبوابه، كما بينت لعلاقتها بالحسين عليه السلام بدمعتها ها لندبتها لأبي عبد الله، مواقف حقيقة كثيرة. ومن جملة هذه المواقف لما جاء الناعي ابن حذلم ينعى الحسين وينادي بذلك النداء الذي يقرح القلوب، بحيث لم تبقى مخدرة إلا وخرجت من خدرها وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين وأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول ابن حذلم وأنا أنادي بهذا النداء وإذا بصوت حرك قلبي سمر قدماي إلى الأرض وكأنه قائلة تنادي الرجيت البلاد، صاح الصوت يا الرجيت
جيت البلاد يما جنك جاي تنع على ابو السجاد الو يا حسين راحوا الاربع اولاد انا معباس انا معباس بدر الهاشمين اه صاح الصامت يا ابن حذلام يا ابن حذلام اش عندك من اخبار من اخبار بويا من صيحتك لب القلب طار يا بويا بويا من صيحتك لب القلب طار بويا على عسيان على عسيان قل الصار ما صار شقت الطريق وجاءت لهذا الناعي لكن الناس مزدحمة عليه تتوصل للناعي تسمع الخبر تسمع الكلام ملهوفة حزينة فشافت الناس مزدحمة لا تستطيع الوصول للناعي صاحت يا ناس بالله تفرجوا لا يما وخلوه ينزل عن الأولى أبا سايل واسمع لقال بويا يوم يوم التقاو ذولا ويا ذولا ويا ذولا بويا بالكون يا صوتولا عباس راع الزود يا يولا يقل لاش تقولين الله يا أم البني يقل لاش تقولين يا بنت الحمولة الحمولة بويا هالا هالا حرم عباس هالا هالا لعب الزلم والخال يولا قام تسأله اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا ابن حذلم قال انا صيح قتل الحسين هذه الامراه تسألني ظهر مدهوشة شوش عدها فسألت رجل إلى جانبي قلت من هذه الأمرأة قال كأنك تجهلها قلت بلى ما أعرفها قال هذه أم البنين أي أم العباس وأخوته قلت والله هاي حقها إذا اندهشت هاي فاقدة أربعة من الولد كأنهم البذور الطوالع قلنا نخبرها بأولادها يقول فقلت لها عظم الله لك الأجر بجعفر قالت لم أسألك بعون قالت ما سألتك بعبد الله قالت ما سألتك قلت عدها بعد واحد هذا كبير أبو فاضل قمر بني هاشم يمكن راح تضعضع راح تنهار قلت لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل قمر العشيرة يقول نظرت إلى كتفها انهدل سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض وضعت يدها على خاصرتها صاحت ويلك يا ابن حلم لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا يقلى عظم الله اجرك يا يما يا يما عظم الله اجرك بالحسين بالحسين وقب واد الطفوف بغير تجفين يما وقب واد الطفوف بغير تجفين لف السجاد بضعون النساوين فأخبرها بالحسين يقول رجعت مولولة باكية حزينة
يقول انطلقت وين؟ جاءت إلى دار المولى، إلى دار الحسين عليه السلام سلام الله عليه. الظاهر زينب دخلت إلى الدار، الهاشميات الفاطميات نصبنا المأتم، خلت جارية من وراء الباب قالت لها ما أريد واحد يدخل علينا، حتى المواسية كافي، ها لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، ما أريد واحد يدخل، احنا الهاشميات الفاطميات نريد ننصب مأتم العزال يا ابي عبد الله الحسين. واشتد البكاء والعزاء. اجت ام البنين لقت الباب مغلقة، طرقت الباب، الجارية من ورا الباب، من الطارق؟ سيدتي ما تسمح زينب بالدخول، زينب قائمة العزاء لا تريد مواسية. يقول انهضمت ام البنين، جرت دموعها، التفتت للجارية تقلع على الباب، قل لي لها معباس عالباب، ولا ولا اخ اخ بويا قل لي لها معباس عالباب، اخ اخ اجات تبكي يا ويلي الفرق دي الاحبار، تصب الدمع تصب الدمع يا زينب يا زينب، يوم تصب الدمع يا زينب سكا ويا ويا. التفتت ام البنين للجاريه قالت لها قل لزينب امك على الباب. الله الله. يقول التفتت الجاريه التي تخبر زينب سلام الله عليها، الظاهر زينب سمعت انه امك على الباب، التفتت للهاشميات للفاطميات، صاعد قوم يا الفواطم فكن الباب، وكان الباب الباب، وتلقى شريكتنا بالمصاب، يما يا يم والبني يم والبني عينا وطيبة لنسى، ويا ويا يما راحولها راحولها يما راحوا الأشبوع والأربع عساب، يا يما فتحت الجارية الباب، لما دخلت أم البنين صاحت وولداه وحسيناه، استقبلت زينب نادت واخاه وعباسا، يا الله الله. التفتت الأزيانة برقل أجابك إلا أجابك إلا يما يما والبني ويل أجابك إلا يما، تنجدين بصار على هلا يما، بشو علا بشو علا ترى أربع شبوع لك مشى وعلى، آخ آخ يا يما أربع شبوع لك مشى وعلى، وأعظم مصاب اللي كتلى بجسم البطل يما، بجسم البطل مرة وضع لنا يا يما، مرة وبين على أبو فاضل يما، بجسم البطال مرة ضعنا، التفتت لها بدمعة بعبرة، إذ قل الأولاد الأولاد أنا ما جيت لجديج علي الأولاد، شاش عندك يا يما، أنا ما جيت ما جيت نجدج
الأولاد الأولاد يما تعذيت ليش قصد والمراد آخ يما تعذيت ليش قصد والمراد يا يما عن حسي أنا نجد الشيخ البلاد يما بس كور سالم للوطن راد ولا 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 قال من سمعت السؤال زينب رجل أجاب ليني يما يم والبنين يما جاب ليني جاب ليني أبكي على أخويا وسمع ديني الله حقيقة هنا تقف أمامي صور من نصوص التاريخ من أرباب المقاتل من السيرة حول ذلك اللقاء الذي كان بين الحوراء زينب وحقيقة أم البنين الطاهرة أم العباس وأخوة عزاء بكاء دمعة ألم أسى عد هنا أكو في بعض النصوص يقولون أم البنين سئلت زينب سؤالين سئلت زينب بالله السؤال الأول شنو صاحت يما زينب يا يما رقية ما شفتها يا يما رقية ما شفتها يمكن ويا البنات وما عرفتها العليلة هاي دوم تنشدنا على ختها تقلها ودمعتها تكتها يا بالشام بالشام يا يما دفنتها ورقيتها وويلا بعد السؤال الثاني شنو لكن يقولون قامت أم البنين قياما التفتت الزينب تقل الأرض نجدج على راعي المحلة يما يا يما يا يما آخ زينب أرض نجدج على راعي المحلة السوى الخوات من نخلة يما دريبة غيور وبيه ظنة وليدي يا زينب وعرفنا وتشال مو راضين عنا يما روح الكربلة وعاتبنا عاشاك يا ابو فاضل يا سيد اخ 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 اروح الكربلة وعاتبنا تقلى يما ثلث تنعام منا ويل ويل يا يما اللهم يقضي الحوائج اللهم تقبل اللهم كل مهموم نفس همه كل مديون اقضي دينا اللهم هاي سفرة أم البنين الطاهرة ونحن في جواري أبي عبد الله الحسين وليلة الجمعة اللهم الأخوة اللي يتابعونا واللي يسمعونا واللي عندهم حوائج اللهم اقضي حوائجهم شافي مرضاهم انطيهم أمرادهم بجاه هذه الأمراء الطاهرة حقيقة أم البنين هي الواسطة وهي شفيعة عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات هو المشافي هو المعافي هو الذي يدفع ويوفق يميت ويحيي ولكن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الآن ويانا اتصال من بغداد أم زينب حياك الله أم زينب تفضلي بهذا البرنامج وسفرة أم البنين حياك الله سلام الله
عليك يا سيدتي يا السلام عليك يا سيدتي يا مولاي يا أم البنين. حبيت أسلم على سيدي ومولاي أبو عبد الله عليه السلام. سلمي، ها هو أمامك الحسين وأنت مباشر على الهواء. اللهم صل اللهم الله يتقبل إن شاء الله. انقطع صوت أم زينب من بغداد، اللهم يتقبل زيارتها إن شاء الله ويرزقها شفاعة الحسين سلام الله عليه. ستار من بغداد حياك الله، تفضل يا ستار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا دور أم البنين. حياك الله أم البنين، تسمع صوتك إن شاء الله. اي والله اريد ان ازور ام البنين وازور ابو الفضل العباس، عندي حاجه يوم ينتهي. انت ان شاء الله على الهواء مباشر وامام قبه الامام الحسين وضريح الامام الحسين، اطلب حاجتك. سلم سلم على ابو عبد الله الحسين، سلم على الحسين. السلام عليك يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله. السلام عليك يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. أنا ستار سيد. لا تقدر تنصي لي صوت التلفاز وتسمعني من الموبايل جزاك الله خير حتى يكون صوتك واضح. رحمة على والدك، عندي حاجة واقفة وأنا معوض. يا الله أم البنين تسعى لك إن شاء الله باسطتها عند الله. الله يعطيك العافية يا حجي، الله يقضى حاجتك. السلام الله عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أم البنين أقسم عليك بحديثك الحسين، أريدك تقضي حاجتي هذه الليلة، ليلة الجمعة إن شاء الله باسطتها عند الله تقضي لك حاجتك إن شاء الله. إن شاء الله رحم الله ديك وجيكم هناك للقناة وليكم ما قصرت أم البنين. حياك الله ومية هلا بيك، إن شاء الله إن شاء الله مقضية حاجتك. ان شاء الله رحم الله، كان عندي مريض واريد ان شاء الله تقضي لحاجتي الشفاء والعافيه ان شاء الله لكل مريض. جاي معاك يا ابو عبد الله، جاي الليله عظيمه عندك. يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. نستقبل الاتصالات احبابي، اللي عنده حاجه اللي عنده زياره. حياك الله محيدر من بغداد، تفضل اخوي. حياك يا يما يا بعد امه. هلا يا يما، هلا بيك. زهرة عزك، اللهم صل على محمد. يحفظك الحسين، تفضلي زوري وطلبي حاجتك. زهرة عزك، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم عجل ولي صاحب العصر والزمان، اجعل في صار حق محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا سيدي الشهداء. يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي. يا أبا عبد الله ذي جبابك وحق أم البنين عزيز تكفين. أم البنين ها أم البنين. يا أم البنين لا تشليني ما في حق سيدي. أم البنين خلي عليك شهب وباب وشهب البنين. أبا عبد الله سيدي الشهداء. يا عزيزك أم البنين سيدي العزيز. يا أبا عبد الله. يا حسين يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قمر العشيرة بالله. أخو زينب أخو زين أبو الفضل ها أسمع القمر أسمع القمر حلفك الصباح الزين سيدي العزيز شنة تبارك يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل. يا الله مقضية حاجتك إن شاء الله شفاء والعافية. عزك يما يما تجلسني بدوى بدوى يما زهرة عزك إن شاء الله. ندعي لك عن سيد الشهداء وإحنا مقابل الحسين. يوافقك الحسين مشكور مشكور. حياك الله حياك الله. هلا يا يما هلا بيك. أم مخلص من بلد حياك الله، أهلا وسهلا. عليكم يا أبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحم الله والديك يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، السلام عليك يا قمر بن حاتم يا قمر العتيق يا افضل العباس شيخ عباس الكندري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابو عبد الله. السلام. اطلب حاجتك من ام البنين وبهذه الليله ليله الجمعه. وين هالجاه عبد عند الله ام البنين. يا مريم تدعي لي انا مريم تدعي لي بالعافيه. يا الله يا الله الشفاء والعافيه يا يما. بهاي الليله ان شاء الله. بسفرة ام البنين الطاهره وبجاهتها على الله سبحانه وتعالى. يا ركع فيها الزور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريه يا بفتقط يا ابوي علي بعد قلب ان شاء الله يا الله رحم الله والديك يا ابي يا حياك الله يا مية هلا بيج الله يتقبل ان شاء الله الله اهلا وسهلا ام مصطفى من اهل البصره يا حياك الله تفضلي انت على الهواء مباشره أم مصطفى سمعيني من بصرة نعم يا الله حياك الله تفضل زوري وطلب حاجتك من أم البنين اللهم صل على محمد وآل محمد ملي مشكور على هاي الدعوة حقيقة هملت الدمع هواي من عيوننا اللهم يتقبل ان شاء الله ميزان اي والله ما قصرت ملا ما قصرت جزاك الله الف خير ان شاء الله ميزان حسناتك امين حقيقه بكيتنا الليله على ام البنين يا الله يا ام البنين يا الله نسال الله التوفيق السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا امير المؤمنين السلام على ابو الفضل العباس قبر العشيره السلام على سيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا لكم الله يتقبل ان شاء الله ومقضيه حاجتك ان شاء الله يا يمه حياك الله هلا بيج عندنا اتصال اخر يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله منو انقطع الاتصال يا الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين اللهم كل اللي اتصلوا بينا وشاهدونا وسمعوا صوتنا وارسلوا لنا أسماهم اللهم اقض حوائجهم شافيهم انطيهم مرادهم ببساطة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه ليلة الجمعة حقيقة ليلة مباركة وبجوار سيد الشهداء سلام الله عليه عدنا طبعا هنا أسماء اللي اتصلوا بينا ويطلبون حوائجهم اللهم يقضي حوائجهم بحق محمد وآل محمد عدنا هنا علي مهدي من الحويجة وغفران ودموع وفاضل عطية أم علي هيفاء علي علياء علي هنا الجبار ولا نور علي اللهم يقضي حوائجهم بحق محمد وآل محمد ويسهل أمورهم بحق محمد وآل محمد طبعا الأسماء هنا كثيرة إن شاء الله احنا هاي الأسماء نوصلها للإمام الحسين سلام الله عليه وندعو لكم عد أم البنين بقضاء الحوائج بحق محمد وآل محمد منو ويانا اتصال حالو من البصرة حياك الله تفضل عليكم ملا وعظم الله وجوركم ملاتنا الطيب أهلا وسهلا حياك الله ماجور موفق حسين السلام عليكم السلام على عباس السلام على أم البنين ورحمة الله بناها بناها تواتي الزهرة بناها الأربعة
حج زور زور هاي ليلة الجمعة وانت مباشر الآن على الهواء واطلب حاجتك من أم البنين. أربعة الفقدت بناها طبور أولادها بالطب بناها عن السداد محتاج عزيز أريد على عيوني ولدها على أربعة الفقدت ولدها بمصاب أولادها يحب ولدها بالطبع على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يتقبل إن شاء الله ومقضية حاجتك. أما بقية الأسماء حقيقة الحاج فاضل ومعباس وليلى عبد الغني ورفعت عادل زهراء فاضل آلاء زمن الخيقاني اللهم للشفاء والعافية أحلام غانم قضى حاجة اللهم يقضى حاجتها بحق أم البنين الطاهرة بحق الحسين سلام الله عليه. حيدر غانم للشفاء اللهم شافيه ويعافيه. سيد هلال أبو منصور المرحوم مهدي جاسم المرحومة فاطمة وادي الحاجة ربيعة عجيل عرشان الحاجة نورية عظيم بنين درويش أم محمد والعائلة اللهم يقضى حوائجهم والمرحوم عباس مجيد. معنا اتصال من بغداد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مله؟ يا حياك الله يا مية هلا بيك. الله يسلمك. قاعد ازور الامام الحسين. زور تفضل انت مباشر ان شاء الله على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك على الأرواح التي حلت بثنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وقومهم بدين الله وحطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك من عمل أخ المواتي وانعى اللهم قتلتك وانعى اللهم ظلمتك ونع اللهم تستحلف منك المحارف. شوية اختصر اختصر الزيارة لأن بعد عدنا اتصالات والبرنامج شارف على الانتهاء. السلام على سيدة ماتي زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام على أم البنين أم العباس رحمة الله وبركاته. اللهم يتقبل إن شاء الله. اللهم الله يتقبل إن شاء الله. الله يتقبل قضاء حوائجكم هذه الليلة المباركة وسفرة أم البنين الطاهرة. عندنا اتصال بعد لو نكمل بقية الأسماء. يا الله أم حسين للشفاء اللهم الشفاء والعافية. أحمد محمد للنجاح إن شاء الله النجاح والتوفيق. أرملة عباس قيس للنجاح اللهم النجاح والتوفيق لقضاء الحوائج إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى قضى حوائجكم ويتقبل أعمالكم. ونحن في هذه الليلة ليلة الجمعة وفي ذكر أم البنين الطاهرة وفي سفرتها السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحب حقيقة أن أختم هذا البرنامج وهذه الليلة بعض بيتين حسب ما يسع المجال. أم البنين الطاهرة سلام الله عليها يقول لما دنت منها المنية يقول حضرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه صارت توصي بوصاياها تقول له يما علي يا ابني لو قرب وعدي يما تشفن يا يما بدال ولدي. ليش؟ لان ماكو بعد اولاد. علي يا ابني لو قرب وعدي تشفن يا يما بدال
ولدي أنا من كربلة ترابات عندي يما من كربلة من كربلة ترابات عندي حطيني يا يما جوا خذي أريدان يما أريدان أريدان عطر بواكم وسط لحدي ولا ولا صحت يا ابو فاضل يما من يدفن امه من يدفن امه يا محلى الولاد من يدفن امه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. قضى الله حوائجنا وحوائجكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق وقضاء الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى ومع برنامج سفرة أم البنين الطاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.